الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وإلى حضرات السائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين كلهم أجمعين خاصة إلى حضرة شيخنا السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس. اللهم بحقهم وبمددهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.